حاليا، ده الريكورد اللي بيتسجل سنه 2016. احنا السنه دي الحمد لله قدرنا نزود 70 الى 80,000 طن شهري زياده عن اللي كان بيتحقق السنه اللي فاتت. فاحنا متوقع السنه دي ان احنا نحقق حوالي 6 مليون و 10 مليون طن سكر حديد عن زياده عن السنه دي. طبعا لو بصينا على الشبكه اللي عندنا اللي هي ممتده من جنوب مصر لشمالها والخطوط العرضيه لحد دمياط والسكه الحديد واصله عندنا في الموانئ، ده بالنسبه للبضائع. طب احنا ان شاء الله بالنسبه للركاب، يعني انت بتسالني، طب بالنسبه للركاب احنا برضه محتاجين في الركاب، فاحنا بكره ان شاء الله، بكره غدا مش بكره مجازر، لا بكره غدا ان شاء الله هيكون في توقيع من وزاره الاستثمار على مع بنك التعمير والتنميه الاردني اللي هو الاي بي ار دي، ل ان شاء الله لمين قرار اخر هيكون ان شاء الله ديبوتج للركاب، تفصيل للركاب لنقل الركاب ان شاء الله عشان نفضل وصول نقل الركاب. فاحنا كده ماشيين عشان نفضل الله سبحانه وتعالى الدعم القياده السياسيه في مشروع قومي للسكه الحديد فعلا. المشروع القومي للسكه الحديد عشان نقول فعلا عندنا سكه حديد صح، يعني سكه القياده السياسيه دخلت في المشاكل بتاعه السكه الحديد، اقتحامتها، مشاكلها تتعلق في انها ضعف الدرارات عندنا، تتعلق في ضعف البنيه الاساسيه عندنا، احنا شغالين في البنيه الاساسيه برضه زي ما حضراتكم